فيكم. نبدأ حفلنا اليوم بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا المهندس معاذ أبو مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو رب الشعرى. صدق الله العظيم. الأساتذة الكرام، الحضور الكريم، زملائي وزميلاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على من علم ومن تعلم ومن عمل من أجل العلم. لابد لنا في البداية أن نشكر أساتذة الجامعات على الجهود التي يقومون بها من أجل الطلبة وعلى الجهود المبذولة من قبل الطلبة. إذ ازدادت التوقعات والضغوطات على خريجي هندسة العمارة على مر السنوات نظراً للأعداد الكبيرة التي تتخرج في كل عام وازدياد المنافسة في سوق العمل، فكيف لك أن تميز بين مئات الخريجين اللي عم بتوافدوا على سوق العمل؟ فبناء على ذلك طرحت فكرة جائزة مشاريع التخرج، فوفرت منبراً عاماً للطلاب يمكنهم من عرض أفكارهم ومشاريعهم وتحكيمهم من قبل مهندسين متمرسين. ما أود قوله أنه في كل يوم تفتح أبواب وتغلق أبواب أخرى، وخياراتنا من أي منها ندخل وأيها نغلق، وهذا القرار اللي بناخده هو اللي بيحدد مسيرنا وحياتنا ومستقبلنا، كيف رح ننضج وكيف رح نتغير. زملائي المتسابقين، انتوا كلكم فايزين، وصولكم لهاي المرحلة حد ذاته نجاح، فهو ممكن يكون خطوة أو قفزة في طريقكم. المهم إنه كلياتكم فايزين وكلياتكم على الطريق الصح. هلا ما رح أطول عليكم بالكلام، وبطلب من المهندس شادي عبد السلام رئيس لجنة مشاريع التخرج إنه يلقي كلمة علينا. بداية نقابة المهندسين ولجنة الممثلة بالنقيب أحمد
سمارة على استمرار دعم التقدير وتقدير التميز بشكل عام. دور النقابة في إحداث هيك تغيير إيجابي عند الخريجين مباشرة بعد التخرج أكيد إشي بيستحق التقدير. بس نفكر شوي كمان إنه نتدخل في المرحلة اللي قبل هذه والطلاب لسه على مراسمهم بالجامعات. لازم نشكر أعضاء لجنة الجائزة اللي عم بينظموا الجائزة وإداروا الجائزة، يعطيهم ألف عافية، وشعبة العمارة وسكرتاري الشعبة السيد أحمد مغربي لازم نذكر اسمه صراحة، وطبعا أكيد كوادر النقابة وعلاقات عامة وإعلام وغيره. تقدير جوهري لأعضاء لجان التحكيم اللي بدونهم ما في جائزة، على وقتهم اللي أعطوه جهدهم، ويعني صراحة أعطونا من وقتهم وأجوا حضروا. في دكتور جورج عالبيضان بحضر من بيروت كمان تفرغ، الحمد لله على السلامة، كانت سفرته كتير صعبة نتيجة الأحوال الجوية وكذا. وهذا أعضاء لجان التحكيم لنعرف فيهم سريعا لجائزة مشاريع التخرج الرئيسية: دكتور جورج عربيت، مهندس أيمن زعيتر، مهندس عمار خماش، مهندس زاهر بشناق، مهندس فارس عبد الرحمن، والمهندس إلارة أسعد. لجنة التحكيم مشاريع الحفاظ على التراث، أنتم عارفين في جائزة رئيسية في جوائز الثانية، جائزة حفاظ على التراث دكتور نايف حداد، أهلا دكتور نايف، دكتور منذر جمحاوي، ودكتورة مساء الشوملي. لجنة التحكيم مشاريع التخطيط كمان لازم نشكرها المهندسة نشوى صبح، والمهندسة مي عصفور، والمهندسة ديما عودة. لجنة التحكيم كلها مهندسات لمشاريع التخطيط، التخطيط يعني. نشكركم جميعا مرة ثانية، وفعلا أنا برجع بأكد بدون لجان تحكيم متمرسة واحترافية ما في جائزة. سريعا كثير راح اشكر الدكتور جورج عربيد من بيروت على حضوره معنا ومشاركته بالتحكيم، راح اقدم لنا محاضره غنيه عن المركز العربي للعماره وتجربته في بيروت، وعن هم مشترك بيننا وبين لبنان في عمان وبيروت، موضوع المودرن هيريتج او الحداثه، الابنيه الحديثه او مشاريع التراث الحديث بعمان كيف، وبيروت طبعا اكيد هو راح يحكي عن تجربه بيروت، لكن اظن هذا كمان بوجود مؤسسات الدوله والوزارات والجامعات والنقابه بتخيل بس نطرح هذا الفكر. مؤخرا كثير هذا الكونسيرن عندنا، جزء كبير من مباني الحداث بعمان عم تتهدم لتفتح طريق لمشاريع تطوير بدون اي اعتبار لهذا الفاليو الاساسي تبعها. لازم اذكر مثال مهم، راح مهندس جعفر طوقان الله يرحمه كان عامل فيلا كثير مهمه على الدوار الخامس ضمن مجموعة من دارات عمان العريقة للدعم على فترة الحداثة، تم إزالة كل هذا المجمع على أساس نطور الريتز كارلتون. يعني بتخيل هذا الموضوع كلنا بنتشارك فيه، وحابين نسمع كثير من دكتور جورج. نرجع على الغاية الأساسية للزملاء الجدد اللي راح ينضموا لنا واللي إن شاء الله يفوزوا اليوم بالجائزة كلهم، الطلاب بطلوا طلاب هم أركيتكتس. السنة الماضية يمكن كانت سنة تحديات لكم، آخر سنة بالجامعة مشروع التخرج والتقييم النهائي، لكن برضو كانت هي سنة النجاحات أعتبرها. وجودكم اليوم هون ومتحمسين هذا كمان بعطينا هيك دفعة إنه نضمن مستمرين على نفس الوتيرة، في حضور كثير منيح، والمشاركة بالجائزة كانت ممتازة صراحة. من يمكن ما ذكرت رينات كان في 11 جامعة مشاركة وجامعتين من فلسطين، هذا مهم كثير لنعرف قديش عم بتأثر الجائزة على أداء الطلاب نفسهم. طبعا الجائزة هذه وغيرها بشكل عام التقدير مهم كثير. يمكن عم تتحمسوا تستنوا النتائج، بس قبل هيك في مجموعة من البرامج راح تحكي لكم عنها رينات أكثر. بحب أحكي إنه مسؤولياتكم هلا راح تزيد، راح تقدروا تتعلموا نوع جديد هلا من العلم اللي تخرجتوا، العمارة حرفة تتقن وتعلم وتنصحب، والمعماري بيثبت شخصيته وبيثبت من معرفته، فما خلصتوا علم هذا كثير مهم تشتغلوا عليه، راح تكتشفوا انه العماره طبعا خيار، اذا بتقدروا تسافروا سافروا كثير، كل ما صحكم تسافروا سافروا. يعني بشكل عام هذا هو الكلام الاساسي اللي انا حاب احكي لكم اياه، لكن في بالاخر هيك حاب اذكر معلومه بسيطه او هيك نصيحه اساسيه بغض النظر شو راح يصير معكم جوائز او غيره او وين تشتغلوا. أهم شيء هيك ما تفقدوا هاللمعة اللي هلا موجودة عندكم، ما تفقدوا شغفكم، ما تصيروا مملين، بس موفقين. هلا مع كلمة رئيس الشعب المعماري المهندس أحمد صيام.
ها نحن اليوم نجدد لقاءنا مع المجتمع المعماري بفعالية جديدة وهامة جدا تحرص شعبة الهندسة المعمارية على رعايتها ودعمها، حيث نجد في مسابقة مشاريع التخرج المعمارية حلقة وصل بين جامعاتنا التي نعتز بها وبكوادرها الأكاديمية المتميزة وبين نقابة المهندسين الأردنيين. هذا الصرح المهني الذي يسعى لخدمة منتسبيه ودعم تميزهم لا سيما في بداية مسيرتهم المهنية، ولذلك كانت هذه الجائزة. كما أود بداية أن أنتهز الفرصة لتهنئة طلابنا الأعزاء على تخرجهم والذين أصبحوا الآن زملاء لنا، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم المهني. كما لا يفوتني أن أنوه أن جميع المتقدمين للمسابقة سواء الفائزين أو متأهلين أو مشاركين هم جميعا فائزين باحترامنا لمجهودهم الذي وضعوه في مشاريعهم والتي نحتفل بها اليوم. وإن كانت لي نصيحة واحدة في هذه العجالة فأنني أود أن أدعوكم لأن تتبعوا شغفكم دائما وأبدا، ففي هذا العالم المادي الذي نحيا به قد يجتهد أحدنا في البحث عن المزايا واغتنام الفرص، وذلك ليس بالشيء الخاطئ، ولكن تذكروا دائما أن التخصص الذي اخترتموه أساسه الشغف وأدواته الإبداع والاجتهاد. كما أود أن أدعوكم أيضا للتواصل المستمر مع نقابتكم وشعبتكم، فهي بيتكم المهني حيث نقوم بتقديم العديد من البرامج التأهيلية والدورات في مختلف المجالات، بالإضافة لإقامة العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها ألمع الزملاء الممارسين والأكاديميين كل في مجاله، ويحرص على حضورها المجتمع الهندسي والمعماري، ونأمل أن نجدكم دائما من ضمن الحضور. في الختام باسمي واسم مجلس الشعب المعمارية أكرر ترحيبي بكم، وأكرر ترحيبي بضيفنا الدكتور جورج عربيد من لبنان، ونتقدم بجزيل الشكر للزملاء المتميزين أعضاء لجنة التحكيم والزملاء أعضاء لجنة التحضيرية للجائزة على جهودهم الرائعة في إنجاح هذه المسابقة وهذا الحفل الرائع، وشكرا جزيلا. والآن مع كلمة نقيب المهندسين مهندس أحمد سمار الزعبي. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء رئيس وأعضاء لجنة مشاريع التخرج المحترمين، الأساتذة الكبار، زميلاتي وزملائي، أرحب بكم بداية باسمي وباسم مجلس نقابة المهندسين الأردنيين في نشاطي بيتكم المهني الأول، واسمحوا لي أن أتقدم بين أيديكم بالشكر الجزيل لمنظمي هذه المسابقة الإبداعية، لجنة الإشراف على مشاريع التخرج، هذه اللجنة النشيطة والفاعلة، وأيضا شعبة الهندسة المعمارية بقيادة المعماري الفذ مكتوب عندي الرائد هون. وشكرا لجميع الحضور. إننا إذ نحتفي اليوم بثلة من زميلاتنا وزملائنا المبدعين الذين قدموا الجديد والفريد من خلال مشاريع التخرج المعمارية التي قدموها في جامعاتهم، لنؤكد دائما أن المهندس الأردني هو القائد والرائد في ميدانه وهو السباق في كل المجالات التي يخوضها. إن هذه الأيام العلمية وهذه المسابقة السنوية وبهذه المشاركة المحلية والعربية من المختصين والمعماريين اللامعين المبدعين يعتبر إنجاز جديد يصب في خدمة نقابة المهندسين ويظهر طاقات شابة، وأن النقابة تكرس جهدها الكبير لتدريب وتأهيل ورعاية المهندسين الشباب لإعدادهم للاندماج في سوق العمل ومنحهم الفرص للمنافسة على مستوى الوطن والمنطقة، وليقدم صورة ناصعة للأردن في المحافل العربية والدولية. بدي أحكي عن ملاحظة شادي بسوى أنه يعني ننتبه لقبل هاي المرحلة، وإحنا انتبهنا، إحنا بجوز من شهرين عملنا دعوة لعمداء كليات الهندسة في كل الجامعات الأردنية العامة والخاصة، والدكتور كان موجود وتحدثنا بكل الشؤون اللي بتواجه القطاع التعليم الهندسي تحديدا، سواء من حيث المسافات الدراسية أو الخطط الدراسية أو الأعداد الكبيرة أو الضغوط اللي بتتعرض لها الجامعات، وكان لقاء جدا مثمر، وانبثقت عنه لجنة مصغرة الآن تدرس
وبأمانة إنه مجلس التعليم العالي وزارة التعليم العالي متعاونين جدا، وإحنا بجوز قبلها فترة كنا منتزعين من وزارة التعليم العالي حق إنه لا يفتح أي تخصص هندسي في الأردن دون موافقة نقابة المهندسين. أنا بعتقد في مؤثرات سياسية ومؤثرات مالية على المهنة، وفي استثمارات بالنص، في أكثر من عامل بدخل، بس بتكاتفنا مع بعض وبتسليط الضوء على مواطن الخلل ومحاولة تعظيم الإيجابيات، أنا بعتقد إنه راح نحصل على نتائج إيجابية. ما يميز هذه المسابقة أيضاً مشاركة جامعات فلسطين العريقة، جامعة بئر زيت وجامعة النجاح، وهذه المشاركة تعتبر إضافة نوعية للمسابقة. وإحنا بالنسبة لنا نقابة المهندسين الأردنيين يعني كباقي الأمة العربية لسنا استثناءً في التعلق بفلسطين والاشتباك اليومي مع الفعاليات الفلسطينية، لكن للأردن خصوصية خاصة. وإحنا بنفخر ودائماً بنرددها في كل مكان إنه في قانون نقابة المهندسين الأردنيين في مادة الأولى يؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة للمهندسين تسمى نقابة المهندسين الأردنيين ولها مركزان عمان والقدس. ويجوز لها فتح فروع في محافظات المملكة، بمعنى أن المشرع ميز القدس بقدسيتها وأعطى الاختيارية في فتح الفروع في محافظات الأردن. لما للقدس من أهمية عند المشرع الأردني؟ وإذا بتذكروا إحنا ببداية تسلمنا لإدارة النقابة كيف واجهتنا القضية الكبرى بمحاولات فصل فرع القدس عن فرع عمان، والمعركة فعلا أنا بدي أسميها معركة اللي خاضها النقابيون الأردنيون للدفاع عن هاي الوحدة. وإحنا رغم كل قرارات المحكمة اللي صدرت واللي أبطلناها بصمودنا وبتكاتفنا مع بعض، لغاية اليوم نحن في نقابة المهندسين نقبل المهندس الفلسطيني اللي إحنا بنسميه المهندس الأردني الذي لا يحمل رقما وطنيا، نعامله كمعاملة المهندس الأردني في كل الامتيازات، وهذه الوحدة سنحافظ عليها إلى الأبد. وكالعادة كوني يعني بين المعماريين بشعر بحميمية ودفء ببعدني شوي عن الصراع اللي بنعيشه، الصراع السياسي والإضرابات والدوار الرابع وإضراب مهندسي وزارة التربية والخطابات السياسية بس أيضاً هذا لا يمنع في هذا اللقاء أن نقول بالنسبة إن فلسطين هي جوهرة مفقودة ساهمت في كل ما لحق الأمة من تفتيت ومن تراجع ومن تخلف ومن استعمار، واستخدمت عملية التقسيم من أجل حماية هذا الكيان الصهيوني اللي هو بيعبر عن ذراع متقدم. وهذا الحكي أنتم كمعماريين لازم تعرفوه، لأنه المعماري بخوض معركة وطنية. التخطيط بشكل عام لما بنعمل التخطيط العمراني موقف سياسي، التخطيط موقف اجتماعي وموقف اقتصادي. المعماري بده يكون عنده موقف من الحياة، هو بده ينحاز للإنسان وبده ينحاز للحرية. أولى انحياز يكون لحرية الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه وإقامة الدولة العربية الفلسطينية على كامل مساحة فلسطين وعاصمة القدس. هذا موقف إنساني قبل ما يكون موقف قومي. الزميلات الزملاء، إن نقابتكم نقابة المهندسين تفتح لكم أبوابها وتمد إليكم أيديها لتكونوا لبنة جديدة من لبنات هذا الصرح العظيم الذي بناه مهندسون مبدعون مثلكم عبر الأجيال. إن لجان العمل التطوعي المختلفة في النقابة يزيد عدد المتطوعين فيها عن 1200 زميلة وزميل بأكثر من 120 لجنة تطوعية، وأن هذه اللجان العلمية والمهنية والاجتماعية والوطنية وغيرها تدعوكم جميعا للانخراط معها في هذا العمل، فالشباب هم أساس التطوير والتغيير والتقدم. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم.
قدم من لبنان ليشارك في تحكيم المشاريع المشاركة الدكتور جورج عربيل، مهندس معمار وأحد مؤسسي المركز العربي للعمارة الذي يديره حالياً، حائز على شهادة دراسات عليا في العمارة من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة الألبا ودكتوراه من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة. درس التصميم المعماري في لبنان والعالم العربي. درس التصميم المعماري وتاريخ ونظريات العمارة في الألبا والجامعة الأمريكية في بيروت. له محاضرات عديدة عن العمارة الحديثة في لبنان والعالم العربي من مؤلفاته التحضر وتغير طابع المدينة العربية، وهو تقرير عده عن عمان، بيروت ودبي بطلب من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومختارات عن عمارة العالم العربي الذي صدر بمناسبة بنال البندقية للعمارة في 2014 حيث كان أحد القيمين على جناح البحرين، وانتخب سنة 2016 رئيسا لبلدية معاصر الشوف في لبنان. أترككم الآن مع محاضرة مع الدكتور جورج عربيل. أنا كتير سعيد وبشكر الدعوة للمحاضرة وأكيد لتقييم المشاريع، وكتير الحقيقة كان نهار بالنسبة لي مميز مبارح. حتى ما أطول عليكم راح بلش مباشرة بالبرزنتيشن. راح أحكي اليوم يمكن عندي شيء 40 أو 45 دقيقة إذا بتطولوا بينكم معي لحتى أقدر أوصل الفكرة اللي بدي أوصلها. راح أحكيكم على مركز أسسناه بال 2008 ببيروت، بتتعدى نشاطاته واهتماماته حدود البلد، لأنه مثل ما انحكى الأستاذ شادي عطى مثل مباشر على مباني ممكن يكون عندها قيمة معمارية كبيرة بتعني شيء للناس، ومش بس لأصحاب المباني إذا عم بحكي عن مباني سكنية أو منازل أو غيره. فكيف بقى بالمباني العامة اللي ممكن بتلخص تاريخ بلد وبتحط إشارة ضمن المدن تبعنا وضمن القرى والمناطق، بتحط إشارة لإيد الإنسان، وهالإيد الإنسان لازم يكون في احترام لإلها، وما نجي نمحي شغلة ونبلش كل يوم من جديد. رح حاول أنا نعكن نوعا ما ويمكن الكثير مقتنعين بأنه الحداثة كمان تراث، يعني نحن ما لازم نفصل بين التراث والحداثة، لأنه أنا في شغلة بحب كررها دائما، بقول أنه اللي منسميه نحن تراث هو حداثات متتالية عبر الزمن، منطلع على شو صار قبل منقول هيدا تراثنا، بس بوقتها لما من 50 سنة أو 100 أو 200 أو 400 واللي هن سنة، المعماريين أو حتى في ما كانوا يمكن معماريين بوقتها كانوا بنائين، كان الإنسان عم بيحاول كل مرة يواكب عصره بالتكنولوجيا بالاقتصاد بالحاجات الاجتماعية وغيره، وكان دايما عم ياخد الخيار الأنسب اللي هو خيار الحديث بوقته. فنحن ما لازم نطلع على الأشياء القديمة اللي صارت قبلنا بأصولية معينة تخلينا مطرح ما نحن، لأنه الثقافة هي شغلة متحركة، هيدا البعد النظري إذا بدكم. بحب بلش بهالفكرة لمانفريدو تافوري، هو منظر إيطالي أثر على جيل كتير كبير من المعماريين بالقرن العشرين. بيسك اللي عم بيقوله هو أنه أوقات منكون عم ندعي الانتماء للتاريخ، وبهالادعاء الانتماء منكون عم نضيع وعم نضيع، وأوقات منكون بالظاهر عم ننفي العلاقة مع التاريخ ومنكون عم ننتج عمل تاريخي، بمعنى انه هو بيكون ابن زمنه، فاذا هو تاريخي. مشان هيك لازم نفصل بين الريفرنس او الاستعاره او التطلع على التاريخ كمصدر للالهام، نفصل هيدا الشيء عن اعادته وتكراره. هيدا المركز تبعنا مركز كتير متواضع ببيروت بالاشرفيه للي بيعرفوا حد ساحه ساسين، هو مركز بيحاول يكون يعني الأثر تبعه أكبر بكتير من حجمه. بس هيدي الصالة اللي بنعمل فيها محاضرات وصالة قراءة، عنا مكتبة عامة كل الطلاب مدعوين لها، والمكتبة متخصصة بالعمارة الحديثة بلبنان والعالم العربي. في عنا ويب سايت arab-architecture.org، بشجع كتير أنه تفوتوا عليه، لأنه في جواته قاعدة بيانات داتابيس ل 500 مبنى بالعالم العربي و 250 معمار. وفي عنا فيسبوك بيج بتحكي عن النشاطات.
هلا ليش هالمركز ببيروت؟ مركز ببيروت لأنه بيروت هي مدينة حديثة، يعني منحب نحكي عن تاريخ لبنان العريق والقديم وأكيد منتشرف فيه ومنفتخر، بس بيروت هي مدينة تعمرت بمعظمها بالقرن العشرين، والحداثة تبع لبنان أو بيروت خاصة اللي كان مثل عصر ذهبي لها بالأربعينات خمسينات ستينات لحديت السبعينات لحديت اندلاع الحرب عم تندثر. مشان هيك لما ب 2004 بكولومبيا يونيفرسيتي كنت حابب احكي عن الموضوع، كان من اول وقت اذا بدكم بلش اطلع على الموضوع وطلع نتائج البحث اللي عملته كشهيد الدكتوراه، سميته When Lebanon Was Modern، عندما كان لبنان حديثا، لانه كان بوقتها بلشت فكرة تهديم المباني اللي عندها اللي ما عندها طابع تراثي قديم، وكان بوقتها يعتبر انه طيب هيدي المباني اللي هي الومنيوم وازاز وبطون وخرسانة وغيره هيدي بالنسبة لنا مش معقول تكون تراث، وانا من وقتها عم حاول برهن العكس. بحب فرجي كمان هيدي مباراة معمارية عملت بال 1928 لمتحف بيروت الاركيولوجي، وهذا المتحف للآثار نعرف كلنا المبنى اللي تعمر هو هذا المبنى اللي موجود بنص هيدا، بس الاكتشاف اللي عملناه مؤخرا من كم سنة هو أنه المباراة المعمارية أنتجت بالآخر ثلاثة مشاريع، وهلأ عم بكتب أنا نص عن الموضوع لأنه لفتني كتير أنه المشروعين المتباريين مع هذا المشروع اللي تنفذ كان واحد منهم، هلا بحب فرجيكوني هيك على السريع شوي، واحد منهم اكيد مميز معماريا وهيدا عنده بصراحه رصانه معماريه كتير قويه وعنده بيحات جاردنز وكورتياردز هيدا، ولكن ما كان عم بيعبر بوقتها عن رغبه لجنه التحكيم يلي كانت بوقتها عم تفتش على مبنى يرمز لحداثه بيروت، فاذا هيدا اللي ممكن واحد يلاقي له مراجع العلاقه شوي ببيت الدين او بغير مباني أكيد عندها أهمية محلية، ما كان هيدا رغبة اللجنة التحكيمية، وأقل بعد كان المبنى الثاني اللي بيشبه شوي خان فارسي أو كارافان سيراي أو غيره، فإذا بوقتها تم اختيار هيدا المشروع لتمثيل لبنان إذا بدكم من ناحية رسمية بمتحفه. هلأ نحن بس نطلع على هيدا المبنى كلنا منقول آه هيدي عمارة فرعونية، بس القدر شيء أنه هن بوقتها ما كانوا عم يطلعوا على مصر، كانوا عم يطلعوا على باريس لأنه كان في الانتداب الفرنسي، وكانوا بالنسبة لهم باريس هي المرجع للحداثة، وباريس كانت عم تطلع على مصر لأنه الارت ديكو اللي انتشر من سنة 1925 كان يطلع على بابل ويطلع على العراق ويطلع على هالمنطقة من العالم، فإذا أنا بسميها هيدي ريفرنس باي ريكوشي مثل البليار، إذا حدا منكم بيلعب بليار إنه بتضرب الطابة لهون بس بتكون تصيبه هون، فنفس الشيء أوقات بالعمارة ما لازم واحد يتسرع بقراءة المباني، وكل مبنى عنده قصة العلاقة بزمنه، بدنا ننتبه لما نطلع على مباني بالتاريخ ما نطلع عليها بس باللنس يلي نحن هلأ موجودين فيها. رح أمرق بشكل كتير سريع على الحداثة بلبنان لأوصل لموضوع المركز العربي للعمارة. هالمباني يمكن تعرفوها بمنطقة رجعت إعادة إعمارها من بعد الحرب بلبنان اللي هي بنسميها الوسط التجاري، هدول المباني عمروها معماريين ومهندسين لبنانيين، يعني يقال انه هيدا الحي الفرنسي بيسموه لانه كان بوقت الانتداب الفرنسي، بس هدول معماريين لبنانيين، هيدا واحد منهم فؤاد الخوري مثلا. هلا بنفس الوقت اللي كان فؤاد الخوري عم بيعمر مباني مثل هدول ببيروت في عندهم ريفرنس او عم يطلعوا على عم يستنبطوا من التاريخ بعض المراجع تبعهم، كان عم بيعمر بسنة 32 يعني 3-4 سنين من بعد هدوليك البنايات فيلايات بالجبل مثل هيدي اللي على الـ هون، وهيدي كانت مشان وقتها شغلة، يعني عم نحكي على خراسانة مسلحة، عم نحكي على جسورة باطون ظاهرة، عم نحكي على علاقة مع السايت، هي علاقة جديدة بالرغم من استعمال مثلا المواد المحلية مثل الحجر وغيره، بس بسرعة بالثلاثينات صفت الخراسانة كمان مواد محلية لأنه بلشت تنتج محليا، فإذا ما فينا نرفضها نقول الخراسانة ما بتسوى هي مادة استعمارية أو مادة هجمت علينا أو مادة غربية أو اللي غيره تقنيا، والحجر هو نحن، ما في شيء اسمه نحن وهني، نحن كمان شاركنا بالحديث.
وبتلاحظوا ما في يمكن الوقت ما بيسمح، بس بيقدر الواحد يعمل مقارنة بين البيت اللي بنسميه نحن بنحب نسميه البيت اللبناني، مع أنه متواجد بالأردن وبسوريا وبفلسطين وغيره، بس صاروا يسموه the archetypical Lebanese house. منلاحظ كيف كمان إذا واحد بيطلع على البلان، أنا بسميها هيدي التطور الدارويني للعمارة، يعني العمارة بتجرب تتأقلم مع حاجات جديدة ومع مواقع جديدة ومع مواد جديدة، وفينا نقراها بشكل تطوري و يعني تقريبا طبيعي. إذا بدكم المباني نفس نوع المسطحات إذا بدكم أو plans، بتطورت كمان بالمباني، هذا plan أو السنترال يعني بالباحة الوسطى. بس منلاحظ بالمدن صار في شيء جديد، يعني بلش ينفر تنفر الوجهة للخارج، لأنه صاروا بنايات مقابل بعضهم، كل 5-6 متار مقابلكم في بناية. فإذا في حاجة إنه لما هيدي بتدفش لبرا إنه تقدر تاخد الضوء والمنظر عن جنب. فإذا هيدا كمان جزء من نظرة التطور الدارويني للعمارة. الواجهات اللي بتحمي حالها من الشمس، يعني عندكم منا كتير هون، وعنا بلبنان بلاد اللي فيها شمس كتير، كان فيها كتير اختبار وعندها دور كتير مهم يمكن خسرناه. مثلا هيدول الفتوحات ممكن واحد يطلع عليهم كرسم تجميلي، بس هذا منه تجميلي، لأنه هذا بيشتغل مثل الرادياتور، يعني الهواء السخن اللي على البلكون بيطلع للعالي وبيرجع بيطلع من هيدول الفتوحات، بتلاقوه بعدة أشكال، بس السبب هو واحد. ما بين حديثي رح أمره شوي بسرعة لأوصل للفكرة اللي بدي وصلها. الألومناي كلوب هاوس ببيروت، مدرسة آل ثاني للمقاصد، أمين بزري، معامل الدولة كانت تعمل كتير مشاريع، مباريات، هذه كلها بمباريات تعمرت. مبنى كهرباء لبنان كمان كتير مميز، كمان مباراة معمارية كانت. جامع الخاشقجي العاصم سلام. هون بتلاحظوا القناطر منا على الواجهة، القناطر عم بتفرجينا جنبها بالنسبة للطريق. فإذا اللي بهمه هون للمعمار هو الممر، القناطر باتجاه الحلقة اللي بتبرم داير من دار هالصحن الخارجي اللي هو مسقوف صحيح، بس مثل ما شايفين مفتوح على الهواء. والريفرنس او المرجع للعمارة التراثية منه بس شكلي، لانه هون استعمل فكرة الارابيسك بالسقف بالانشاء بالجسورة اللي بتلتقي مع بعضها. وبالمركز نحفظ الارشيف منهم جزء من ارشيف عاصم سلام. عند المسيحيين كمان هيدي الكنيسة لجاك لي جيبالير، هو صحيح بلجيكي فرنسي بس عاش بلبنان، جوز لبنانية بالخمسينات وصفى لبناني أكتر من اللبنانيين، لأنه درس العمارة المحلية وكتب كتب عنا ونشر كتب عنا وأنتج هيدي الكنيسة بالـ65. عنا بالمركز الخرائط تبعها كمان. هيدا المبنى لفريق مكون من مهندس لبناني بهيج مقدسي ومهندس لبناني تاني معمار واثق أديب، ومعهم أركيتكت بولوني اسمه كارول شاير، أنتجوا 140 مبنى بعشرين سنة بفترة الازدهار ببيروت. منها بناية مثل هذه اللي هي دار الصياد، دار النشر يمكن تسمعوا فيها. هلأ هي رح تكون على غلاف كتاب عم حضروا عن شغلهم، عن شغل هذا الفريق، بس ركزت أكتر على شاير لأنه في جزء كبير من شغله ببولند قبل ما يجي على لبنان داخل ضمن الدراسة. مهندس خليل خوري يمكن تعرفوا شغله هون، لأنه عمل بناية شركة التأمين هون بعمان بالآخر الستينات، ما بعرف وين بتصير على أي دوار الأول صحيح، ما لقيت عندي صورة لها مع أنه كنت مصورة بس زرت عمان آخر مرة. على كل حال خليل خوري من مهندسين الخراسان المعروف، وعمل هيدا المبنى انتر ديزاين بالـ75. 75 هو أكيد شهد الحرب اللبنانية، وبعد الحرب بالـ90 رح وفر عليكم تاريخ بتعرفوه، بالـ90 أنشئت شركة اسمها سوليدار لإعادة الإعمار. وعندي موقف كتير نقدي من هيدي الشركة أنا، لأنه صحيح أنه كان لبنان طالع من أزمة، الاقتصاد بالأرض، المبادرات قليلة كتير، الدولة ما فيها مصاري، والعقارات أو أكثر العقارات بالوسط التجاري كانوا بيتقسموها عشرات الناس اللي ورثوا من أهلهم وغيروا الأماكن، فكان في صعوبة لحتى يحلوها. ولكن يلي صار أنه أخذت هيدي الأماكن كلها وأعطوا الناس أسهم بشركة سموها سوليدار.
هلا انا بحب احكي عن هدول الصور لانه هدول الصور هن صور البروباغندا، يعني صور اللي قالوا لنا بوقتها انه ما تعتلوا هم هيدي المدينه هي فيها نيغوشيشن، الناس عم تحكي مع بعضها لحتى تنتج هالمدينه، فاذا منه قرار فوقي بس بالنتيجة هيدا مجلس الإدارة تبع الشركة، يعني هيدا منه لأنه المجتمع المدني ولأنه الناس اللي عندها خبرات بتاريخ المدن وبالنظريات العمارة وغيره لتشارك. فإذا يلي صار بوقتها وبالرغم من أكيد أنه هيدي وجهة نظر، أنا أكيد عم بطرح وجهة نظر، وبالرغم من أنه يمكن يلتقى كتير ناس تقول ما كان في حل غيره، بس يمكن هلأ عم نحصد أنا برأيي نتائج هيدا الغلط بعدم إشراك عدد كبير من الناس بالقرارات، وكمان الغلط اللي صار اقتصاديا بأنه سحبت من الناس أملاكهم وأعطوا أسهم وصفى كله قصة شراء وبيع، والتاريخ يلي هو من جيل لجيل لجيل تاريخ الوسط التجاري ما عاد موجود بالمعادلة. يلي صار كمان أنه عدد كتير كبير من المباني هدم، كل شيء موجود بالأزرق بتشوفوه هون هدم بعد الحرب مش بسبب الحرب، هدم بالإعمار، الأسود هو المباني اللي بقيت. والشغلة الثانية كمان أنه بوقتها كانت الفكرة أنه الوسط التجاري ما لازم أبداً يكون مكان احتكاك سياسي وغيره، فإذن انسوا الخلافات تبعكم يا لبنانيين وتعالوا لحتى نعمل سوق كبيرة هي الوسط التجاري بالمكاتب تبعه، وبيكون وجه للبنان وصورة حلوة كتير للبنان. إلا لما توفى الله يرحمه باغتيال رئيس رفيق الحريري، ساعتها صار أوكي تعوا يا ناس على الوسط التجاري، إذا بتحبوا تعملوا مظاهرات، وهالدليل هو هون مثلا بهذه اللائحة النقاط اللي كان بوقتها فريق سوليدار لما بيعمل محاضرة يحكي عن أهمية شغله، يقول أنه نحن عنا public domain 49%، عنا 39 هكتار مناطق خضراء وغيره، بالصدفة هيك صاروا يحطوا ضمن النقاش تبعهم انه اذا بتحبوا تتظاهروا تفضلوا لعنا، نحن حضرنا لكم الارض، هبطنا لكم تلت الوسط التجاري، تفضلوا اذا بتحبوا تعملوا مظاهرات كمان هيدي عنا. هيدا اقول لحتى اقول شو، لحتى اقول انه في نوع من انتهازية اوقات عند هون، صحيح هيدي الشركة خاصة، بس كمان بدنا ننتبه انه حتى بالتصميم والتنظيم المدني والتخطيط وغيره لازم نضلنا ننتبه على مين اللي عم بيحرك وشو سبب التحريك وشو لازم ينعمل من قبل المجتمع المدني والمعماريين والنقابات وغيره والجامعات وغيره لحتى التاريخ ما ينمحى بهالسهولة. عفوا. هلا من بعض المباني المهمة اللي راحت اندثرت مثلا أوتيل كارلتون. هلا أوتيل كارلتون بحد ذاته بالنتيجة أوتيل، إنه بيروح أوتيل بيجي أوتيل، بس هيدا الأوتيل تاريخ بيروت تبع الخمسينات والستينات أكثر صار بهيدا الأوتيل، من محاضرات من ندوات من لقاءات من نشاطات فنية وسياسية وغيره، ما عدا أنه استقبل عشرات ومئات من الأعراس مثلا، فهذا تاريخ اجتماعي للمدينة هدم بسبب قرار ديفلوبمنت. أنا وقتها سميت الموضوع The Amnesic Phoenix، يعني طير الفينيق يلي فقد الذاكرة، لأنه نحن منحب كتير نعمل ريفرنس لفينيقيا، ومنعتبر أنه مهما صار طير الفينيق بده يرجع يطلع من الرماد تبعه، بس بيطلع كل مرة ناسي كل شيء، ما ولا مرة بيتذكر شو صار قبل، ومش دايما بس يرجع ينتعش الفينيق، بينتعش كرمال المصلحة العامة، هذه كمان لازم ننتبه. مش هيك كتبت عن ضمن اللي يسموه بالمقدمة، وبشكركم على المقدمة، موضوع التحولات بالمدينة العربية، وسميته وقتها The Phoenix and the Reconstruction Predicament. كمان موضوع الديفلوبمنتس، في عنا هيدا مثلا دعاية لأوتيل ببيروت، وقت شفت الدعاية استغربت أنا طب وين المدينة وراها، في عندي وقت كان طالب بيغطس فكل أسبوع بيروح بالبحر، قلت له دخيلك بس تروح للتغطس بالشخطورة وغيره، خذ لي صورة للأوتيل من البحر، فهيدي الصورة اللي هي الواقع. فاليوم مع فوتوشوب وبالبروباغندا فينا ننسى المكان، يعني ندعي أنه المكان غير ما هو المكان. كمان أنا بدعيكم لتنبه لهذا الموضوع، والواقعية اليوم عم بتصير أصعب وأصعب بسبب التكنولوجيا والفوتوشوب وغيره. المباني التراثية إذا بدكم مثل هالمباني هذه تبع آخر القرن التاسع عشر والعشرين كمان كانت حجة للديفلوبمنت، أنه منرشرش لكم شوية قناطر على الواجهات
وخلصت. هذا هو التراث، يعني مسخ للتراث واعتباره هو بس واجهة واضح. يعني أحسن شيء واحد بس يطلع على مبنى هو وعم يتعمر بتبين حقيقته وطبيعته من أول لحظة. فبالآخر بتطلعوا على الواجهة هذه، لا عند النسب تبع العمارة التراثية، وخاصة لما تدرسوا المخطط البلان. نحن كلنا نعرف أنه التريبل آتش هذه بتعطي على البيحة الوسطى اللي هي بتوزع البيت. بتطلع هون منلاقي هدول الثلاث قناطر بيعطوا على غرفة نوم على جنب البيت، الصالون هالشباك صغير، شباكين صغار حاطين هون ما بيفوتوا ضوء كفاية لجوا على أوضة السفرة. يعني عم بحكي إشياء كتير بسيطة، بس لأقول أنه التنبه للعلاقة مع التراث إن كان القديم ولا الحديث بدها تكون علاقة تحليلية مش علاقة شكلية. وكمان بالوسط التجاري إنه هيدي مثلا بسموها صيفي فيليج سكوير. طب شو هو هذا السكوير؟ لمين هذا السكوير؟ إذا في اثنين بوليسية واثنين خدم عم ينتبهوا للأولاد، كيف الواحد بده يحس إنه هذا سكوير لإله؟ في كتير مباني بفترتها كانت ترمز لحداثة لبنان، مثل قصر الجمهوري مثلا اللي تعمر بال 56 بلشوا يعمروا، لبنانيه بعدين لبسناه ثوب لبناني، كأنه واحد بيقدر يوصل على القصر الجمهوري ومش عارف انه واصل عند رئيس الجمهورية. يعني بالصدف بيسأل هون هات لنشوف شو هيدا المبنى، في قناطر، في رمزية كذا، فإذا أنا بالقصر الجمهوري. هيدا شغل على الوجهات. المركز رئيس مجلس النواب، هيدا المبنى تعمر بالتسعينات، ما كان في شيء موجود رمموه، يعني أنتجوا مسخ للتاريخ أو بسدو التاريخ. كمان المنزل رئيس الوزراء السابق الله يرحمه رفيق الحريري، كمان هو يعني خليط بين النيو كلاسيكال والعمارة المحلية. المباني الحكومية من بعد المباني اللي كنا شفناها بالخمسينات والستينات اللي هي بترمز لحداثة البلد ولتقنيات العمارة الحديثة وغيره، بلشت ترجع كمان تعمل ريفرنس. أكيد البوست مودرن أركيتكتشر اللي نشأت بالسبعينات بأوروبا ضلت بمناطقنا، طولت عنا وأنتجت مباني. يعني في وجهة نظر أكيد عليها، بس أنا عم أرنا أكيد بالمباني الرصينة اللي شفناها قبل، ورح فرجيكم هلا كميه من المباني اللي هدمت بايام الحرب. الاوتيل سان جورج ما هدم بس مهدد بالتعديل، وصار في اهتمام عليه لما كمان لما صار في الاغتيال على الرئيس رفيق الحريري. بلاهيب المحكمه الدوليه انتجوا ماكات، يمكن ما حدا من كل مكاتبكم بيقدر ينتج ماكات بهالدقه وبهالاهميه، لا أسباب إلا عليها أكيد بالفورنسيك ساينس اللي هي جربوا يعرفوا كيف صار الانفجار وغيره. فصدن لي صفة العمارة هي أداة لهالأشياء. سينما روكسي أرت ديكو هدم، بناية جاك تابت بالوسط كمان هدمت، بناية إبراهيم سرسو اللي كان فيها أول سبان 10 أمتار بالخراساني جسر هدمت، لأنه هدول ما اعتبروا بوقتها سوليدار أنه هدول بيمثلوا تراث محلي. أوتيلات مثل نورماندي مثل ريجون، هيدي الفيلا راحت كله هدم، هيدا الأوتيل راح، سينما ريفولي بالوسط راح، فيلا كانت للرئيس كاميل شمعون هدمت، بنية الجوندول على البحر يمكن الجيل القديم بيناتكم بيعرفها هدمت راحت، هيدا المبنى مهدد بالهدم. شغل إيكوشار بصيدة مثل هيدول المنازل شوهت ويمكن ما تضاين ما تعيش. وزارة الدفاع بلشوا يعملوا لها إضافات منا أبدا مطابقة لنوعها. هيدا الشاليه الاختباري لموريس هندية بال 72 بفريا كمان مهدد بالهدم. هيدا المبنى صار فيه شوية تشويه عليه. السيتي بالاس سينما قصوا جزء منه وهلأ عم ينحكى أنه بده ينهدم، في عنا بالأرشيف الخرائط تبعه. مركز بيبلوس تجاري راح، فيلا روني عبد الله لخليل خوري راحت، هيدا الداخل تبعها. جعيتا مغارة جعيتا للمهندس غسان كلينك، عمل كتير جبار بوقتها لحتى يحافظ على طبيعة المغارة. وبالخارج في شغل موريس هندية للستيشن الكابين ستيشنز، كمان لبنناها لبسناها توب، لبسناها حجر ولبسناها أرميد وعملنا لها قناطر وكأنه ما كان التصميم كافي. هذا المبنى رح تفتش عليه ما كنت لقيه، ما لقيته لأنه كمان
لبسوه يعني كانوا كسروا جزء من الواجهة ولبسوه توب الوضع المكان توب لبناني. فهذا التشويه كله بصراحة أذى اعترافنا بأنه الحداثة هي نحن جزء منها. المركز لعرض الكرافتس الحرفي البيت الحرفي اللبناني كمان لبس أناطر ولبس نيو كلاسيكال باليستريز وأرميد على سطحه وغيره. أوتيل فينيسيا كان عنده عواميد موجودة شايفينها هون كمان لبس تيجان دوريك رومانية وغيره أناطر وهذا واخترعوا مباني. هذا المبنى مثلا اللي واحد إذا بيشوفه بلا ما يعرف القصة بيفتكر أنه كان في مبنى موجود وزادوا عليه مبنى إزاز، بس هيدا ما كان هيك أصلا. سهبطوا المبنى عملوا مبنى يبين تراثي إذا بدكن أو من فترة حقبة الانتداب وزادوا عليه مبنى إزاز لنقول أنه قديم على جديد وجديد على قديم. أنا بفتكر هيدا التلاعب هو فالسيفيكيشن للتاريخ. هيدا المبنى يلي تعمر بالأول أول مرحلة تبعيته ورجعوا زادوا عليه بالستينات هيدا الشكل، رجعوا بعدين لبسوا هيدا بالتسعينات بالتربين. المطار راح واجا محله هيدا المطار. المدينة الرياضية راحت واجا محلها هيدا البوست مودرن اركيتكتشر وضاعت الناس. هيدا بسودو حداثي وهون بسودو تاريخ. هيدا المبنى من الخمسينات، هيدا المبنى من الألفين. مين بيقول يعني لو شارطتكم بتقولوا العكس يمكن. معرض طرابلس الدولي لأوسكار نيماير يمكن ما في وقت فوت بتفاصيله بس عنا كتير أرشيف عنه ومبنى كتير مهم. الأوتيل اللي كان بالأساس ما كان أوتيل، كان عامله experimental housing أوسكار نيماير اللي هو كان هيك لبسوه صفة هيك. هلا أنا بسموه quality in، أنا بسميه quality out. هيك عملتها مع على الفوتوشوب أو نعمل فوتوشوب. كمان كان بدون يعمروا فيه قرية فالسيفايد، يعني انه منهبط القرى وبنجي نعمل قرى بمركز مثل معرض طرابلس الدولي. المستثمرون العرب والاجانب يقدمون. الله يستر اوقات الواحد بيقول اخي ما لا ما تجوا، اذا هيدي هي ما تجوا. فخلقنا المركز، رح احاول امشي شوي بسرعه. هلا خلقنا المركز بال 2008 يلي هدفه قبل كل شيء المعرفه، نجمع الارشيف لنعرف تاريخنا الحديث من شو معمول. هيدول مثلا صور لمكاتب مهندسين ووضعهم بالوقت اللي بلشنا نشتغل على الارشيف تبعهم. هيدا الويب سايت تبعنا والايميل. عندنا اركايف بنشجع على البحث من برات الجامعات ومع الجامعات اذا لازم. بدنا هالمعلومات هيدي تصير بايد المجتمع المدني بكامله، وبنشتغل على المحافظه على التراث الحديث بمعارض بجمع الكتب والمجلات عن الموضوع، بجمع الأرشيف فيزيكلي عنا، بجمع انترفيوز للأركيتكتس وبيد الواحد يتسمع عليهم عنا بالسنتر على MP3، بجمع مثل ما كنا عم نقول الأرشيف هذه شركة الكهرباء الخرائط الكومبيتيشن بالستينات أرشيف، كمان أرشيف لجزء لفريد تراد جعفر توخان وجورج ريس. هيدي بالنسبة لنا سكسس ستوري لأنه بالشارقة هو عملوا توخان وريس عملوا ستة مدري سبعة مدارس بالإمارات بروتوتيبيكال سكول بس أدابتت كل مرة لشي. اتصلوا فينا من الشارقة لحتى يرمموا واحدة من المدارس، فبعتنا لهم 120 خريطة اللي كانوا عنا بالأرشيف من أرشيف جعفر توخان وعم بيرمموا على هالأساس. هذا جزء من الخرائط. خلقنا راصد مرصد للتراث الحديث Modern Heritage Observatory مع جمعيات تانية بتتعاطى بالتراث الحديث إن كان التراث الموسيقي أو غيره. هذا proceedings لواحد من المؤتمرات. بنعمل ندوات علمية وتقنية نتعلم من بعض، بندعي كتير الطلاب والجوريز التحكيم بيصير عنا أوقات بالمركز. هذا معرض عملناه عن العمارة الحديثة مع أرشيف وماكتات وصور. هيدا مثلا دفتر لطالب بالأربعينات فرديناند آخر ب42 طالب هندسي
هو الريبورت تبع ال التريننج. عنده تريننج كان بالصيف. هل شغل طالب هون صفى أرشيف لأنه بيخبرنا عن كيف كانوا يعمروا بوقتها، وما في ما كان في مجلات تكتب عن هيدا الشيء، وما في كتب كتبت عن هيدا الشيء. خرايط لمبنى عملنا في المعرض، أنتجنا بوست كاردز لحتى نفرجي حداثة بيروت. لبنان مش بس عنجر وبعلبك وبيت الدين وغيره. بنشارك باليوم العالمي للأرشيف، بندعي مدارس وأولاد وغيره كمان أجيال مختلفة. عنا أرشيف، شوية أرشيف للفرش ديزاين فرنيتشر. هذا معرض عملناه عن مداخل المباني بالخمسينات والستينات، كان فيها أعمال فنية من منحوتات وريليفس وموزايكس وغيره، عملنا دراسة عليهم. هون على وجهات المباني، سان سكرينز وغيره، سستينبل سكينز. قبل ما الناس تحكي عن سستينابيليتي كانوا يعمروا بشكل رصين. ما كان واحد كل ما عمل وجهه يعمل بطل ويحطها على الفيسبوك ونيو سكين ونيو ما بعرف شو، كانوا يعمروا بشكل كتير عادي وطبيعي ومنطقي. نشاطات مع الأولاد والأطفال والمدارس. بنعمل كمان زيارات على الإحياء، مش بالضروري الإحياء اللي كتير مميزة مثل جميزة ومرم خايل. منروح على زق البلاط، منروح على فرن الشربات، وهدول زيارات بيعملوها أو معماريين أو عالمين اجتماع أو غيره، وبيحكوا عن تاريخ هدول الإحياء. هون بطرابلس معرض دولي، برج حمود، فرن الشباك وبدارو للي بيعرفوا بيروت، يرزي والحدث، مرم خايل. منشارك مع جمعيات الشباب يلي بينتقدوا تهديم المباني، اجمالا بيطلعوا على التلفزيون وبيحكوا كلام كتير قوي وقاسي عن الوزارة وعن الوزير وشو عمل وكذا وكذا. ما عندنا مشكل مع هالشي، بس لازم هيدا الكلام يكون مدعوم بمعلومات، مش بس لامنتيشن انه يا دعان يا دعان. شو اللي بيحرز انه نحافظ عليه وشو اللي ما بيحرز نضيع وقتنا فيه؟ فنحن بندعمهم بمعلومات تقنية وعلمية. أدخلنا العمارة الحديثة بيوم التراث الوطني، صاروا يزوروا مع وزارة الثقافة، ناخد الناس على مباني حديثة مش بس على أماكن أقدم. رح أمشي بسرعة شوي. عملنا كمان سلسلة لقاءات بين جيلين معماريين، وبهاللقاءات بيكون الحديث عن الجيل القديم، يعني المعماري اللي عم بيناقش أو بيحاور المعمار القديم بيحاوره من اليوم عن زمنه هو، وبتكون فرصة لنطلع من الأرشيف شو في عنا. أحدهم هو الله يرحمه برهان طيارة، أستاذ برهان طيارة، أستاذ بجامعة دمشق، وكنت عم بحكي مع النقيب قال لي أنه كان أستاذه. فهون عم فرجيك إياه عم بيلقي محاضرته، بقي ساعتين وربع واقف، ترجيناه يا عمي عود ارتاح. قال لا، احتراما لكم أنا بدي ضلي واقف. وشرح لنا بكتير شاعرية عن مهنته وعن صعوبة مهنة المعمار وكيف بالرغم من هيدا قدر ينتج عمارة كتير مميزة للحقيقة بسوريا. عملنا سلسلة لقاءات كمان لنطلع جمهور العمارة من إجمالا بوتقة ضيقة. المعماريين مثل كلنا بنعرف منضل مع بعض ونحكي عن نفس الإشياء وكذا. فعملنا سلسلة كتير حلوة للحقيقة مع جمعية اسمها بيت الكتاب، وكان لقاءات دائما يكون في معماري وكاتب عن مدينة معينة، يعني بيكون مثلا معمار بيشتغل ببيروت وكاتب بيكتب عن بيروت، عملنا لقاء ونقاش بيناتهم. عملنا بيروت، عملنا طرابلس، عملنا القاهرة، ويمكن إذا بنقدر نتواصل كمان ممكن نعمل عمان. نعمل كمان لقاءات مع الأركيتكتس على المباني تبعهم، مع طلاب وغيرهم، حتى الناس منا بالضرورة عم تدرس عمارة أو بتمارس العمارة، في كتير ناس بتهمها العمارة، في جمهور عريض يمكن ما بيلاقي حاله بالنقابة وما بيلاقي حاله بالجامعات، بس بيلاقي حاله بمركز مدني موجود جوات المدينة. وقربت لأخلص، بالمقدمة حكيوا على موضوع البيانال البندقية اللي اشتركنا فيها بال 2014 للبحرين، وكنا كيوريترز أنا وصديق لي بنار خوري الأركيتكت. فهيدا التصميم بحب فرجيكم إياه، تصميم الجناح اللبناني اللي كان مثل غرفة معمولة من كتب، في 40,000 نسخة لكتاب عن العمارة بالعالم العربي، وبالنص في طاولة حبيت أنا هلأ
عاش الأمير وعاش المنظر والجلال والجمال وصعيد خافقات في المعارف والعجاب والجمال وصعيد أحرشنا بها على الشعر والشوق والفدا والعشق 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 اوكي. بفتكر وصلت الفكره. هدول النشيد الوطني تبع 22 بلد عربي كان بوقتها بلشت المشاكل بالعالم العربي والبلاد فايته ببعضها كلها سوا. فكانت الفكره انه بدنا نروق، يعني يكون عندنا غرفه فيها طاوله فيها 22 كرسي اللي بتمثل الجامعه العربيه، وانه كان في من ميل في اصوليه عم تطلع، من تاني ميل صراع بين الدول العربية وأكيد بتحريض خارجي. هلا ما عادت خفية على حدا هالشغلة. هلا بتقولي شو علاقة هيدا بالعمارة؟ علاقته بالعمارة إنه على هاي الطاولة اللي موجودة هون قدامكم في تايم لاين من 1914 ل 2014، وفي أحداث صارت بالعالم العربي، إن كان أحداث سياسية إن كان انقلاب أو هذا، أو أحداث العلاقة بالثقافة المعمارية، كتاب مثلا أنتجه حسن فتحي، أو حتى أشياء علاقة بالاقتصاد ببلد عربي، أو شو بعرف انتخاب جورجينا رزق ملكة جمال الكون مثلا لبنانية افتخروا كتير فيها بوقتها بالسبعينات وغيره. كانت الفكرة لحتى نقول إنه العمارة هي نتاج تاريخ، والتاريخ بيرجع بينتج عمارة معينة. وأنتجنا هيدا الكتاب، هيدا الخريطة، رح أمشي بسرعة شوي لما أخركم. هيدا التايم لاين دير من دار، وهون من مطرح الانجل اللي بتكونوا واقفين حول الطاولة، اذا فيكم تقشعوا رقم مثل هون مثلا رقم 006 اللي هو رقم 6 بالكتاب اللي انتجناه، معناتها انه تعمر بهالفترة اللي هي 1923. فلما الواحد بيبرم دير من دار الطاولة بيكون في مثل تايم لاين، كان عم يبرم بالتاريخ، لانه اذا وصل لمحل بيقدر يقرا رقم لمبنى معناتها تعمر بهالفترة، وجغرافيا بيقدر يلاقيه على الطاولة انه معمول على بالمغرب ولا بالخليج ولا بسوريا ولا هون ولا عنا ولا غيره. رح امشي بسرعة بس بفتكر وصلت الفكرة. هذا هو البافيليون. هلا سمعت انه بالبحرين عم يرجعوا بعمرو، ما بعرف وين، بمركز معين، وعم يرجعوا بينتجوا نسخة تانية للكتاب، وهذا شيء كتير بيسعدني. هذا هو الكتاب Architecture from the Arab World 1914-2014، مختارات من عمارة العالم العربي. رح أعجل شوي. كان في أكيد مباني من كل العالم العربي، هذا داخل الكتاب. أخذ جوائز كتير انبسطنا فيها. جانا بعدين بال 2015 كنا كيوريترز لمعرض لليونسكو بالكويت عن العمارة الحديثة، فأنتجنا هيدا الكتيب يلي في كمان من كل بلد عربي مبنى. هيدول البوسترز إذا بهمكن يمكن نقدر نعمل المعرض هون، لأنه هين كتير، هن بيطلعوا شي 25 بوستر، وفينا نرجع ننتج الكتيب، وموجود بثلاث لغات، عربي فرنسي وإنجليزي. هيدا مثلا ناشونال لايبرري، المكتبة الوطنية بالشام. مشان مثلا الأردن أصعب شيء أنه ينطلب منكم تنقوا مبنى يمثل البلد، وكتير صعب مهمة، يعني بقيت شهور لأخذ قرار بكل بلد. وانبسطت كتير لما رحنا على المعرض بالكويت، كان في ناس لنقول من مصر وغيره، 3-4 أركيتكتس، وما كان حدا منهم موافق على المثل اللي أنا مثلا نقيته اللي هو الأوزونيون بيلدينج، بس كمان كل واحد منهم كان بيفضل يكون مبنى مختلف عن الثاني. فقلت اوكي، اذا كل واحد برايي فاذا رايي بيسوى هدوليك الاراء، زمطنا، ما في مشكل، يعني ما في سلطويه معينه فرضت عليا. بس اللي اهم من هيك، بكل شيء صعب كتير واحد يمثل بلد بمبنى، هيدي مهمه ما بتمنى لحدا يمرق فيها. بس غير هيك، اهم شيء التبرير، اهم شيء الواحد يعرف لما بده يحكي عن اهميه مبنى كيف يعلل ويبرر موقعه بالتاريخ وموقعه بالجغرافيا وموقعه بالمجتمع. فبوقتها مثلا مشان عمان كانت الموضوع، مش مع انه المبنى اكيد عنده خصائص معماريه مهمه، بس الموضوع بهيدا بالتحديد ما كانت العماره قد ما كان محاوله الحداثه من خلال البرنامج، انه هيدا مكان في بيسينات، وهيدا المكان في مسارح، وهيدا مكان في اذا بدكم ترابط بين صحه الجسد وصحه الفكر.
فوقت استشرت كتير أصدقاء من عمان وغيره، والأكترية قالوا هيدا المبنى لو مع بعضهم ما بيتفقوا على قيمته المعمارية، بس في تفاهم على أهميته التاريخية. فلا ما بعرف اليوم شو وضعه، بس وهذه الماتريكس وقت عملناها وشغلة كتير صعبة، يعني بتنقي أول تشويس وتاني تشويس وتالت تشويس وبعدين بتصير تغربل وهذا، بس قطوع ومرق. آخر موضوع مهم اشتغلنا عليه مع هالة يونس معمارية لبنانية هو جناح لبنان بالبيانالي هيدي السنة 2018 اللي خلص من شهر، وانتجنا، هي انتجت كتاب وساعدناها فيه. وهذا البافيليون كان أهميته انه ما انشغل فيه عن العمارة بالتحديد، مع انه هي بيانالي العمارة، بس كان الموضوع هو الأماكن الغير مبنية، وسميت الموضوع ما تبقى. وأنا بتصور هذا الموضوع كتير بهمنا بالعالم العربي، لأنه يمكن عم نركز زيادة عن زوم على المنتوج المعماري بحد ذاته، وعم ننسى الأماكن اللي منا معمرة، الفراغات بين المباني أو الأماكن اللي متروكة اللي ما إلها أي تأهيل وما عاد إلها أي معنى، وإن كان بطبيعتها، يعني أنا مش عمول لازم نعمل لها شيء، بس على القليل فهم طبيعتها، فهم الجيولوجيا تبعها، وفهم الخصائص تبعها لازم تكون بذهننا كمعماريين. وهذا الشغل اللي اشتغلت عليه هلا يونس بهذا المعرض. فرجيكم هيك صور سريعة، وهذا الكتاب اللي انتج ما تبقى. وفي كمان شغلة بحب أقولها عن المركز، انه بالاول كنا نقول نحن ما بدنا نتعاطى كتير مع البنوكي وغيره، لانه نحن جمعية لا تبغي الربح وهذا، بس لما طرحوا علينا البنك ليون فرانسيز بلبنان انه طيب ما نحن عندنا البلوك تبعنا، عندهم ويب سايت كتير نشيط، وهن بيهمهم يحكوا عن العمارة الحديثة، فكتبت نصوص عن هالمباني. وبصراحة كتير كتير استغربت وانقذت انه في بعض المباني هيدي حطيت عليها نص منه كتير طويل، وبعض صور الارشيف في عليها 40,000 لايك. اللي بيعرفوا بالتواصل الاجتماعي واللي هذا، انه شغلة يعني يفوت 40,000 واحد يقروا نص عن العمارة، يعني اذا بتجمعوا كل المعماريين تبعكم يمكن وتبعنا وتبع بلدين ثلاثة ما بنطلع 40,000. فاذا في اوقات قنوات لا الحكي عن العمارة برات القنوات الضيقة تبعيتنا، وأنا هيدا اللي تعلمته بهيدا المشروع. آخر شغلة بحب أرجيكم إياها هو هيدا المبنى. هيدا مبنى لمعمل ألومنيوم. بيجي لعندي ناس مرة بيقولوا في معمل بمنطقة اسمها أدونيس مهجور وفي خرايط بالأرض وما بنعرف شو هو. قلت لهم بأدونيس يعني استعلمت وين؟ قلت لهم هيدا كان معمل أجاكس هونيك، معمل ألومنيوم معروف كتير. هيدا أول معمل ألومنيوم مهم بالعالم العربي بال58 بلش. وأنا بعرف أنه هذا المعمل أنتج الألومنيوم لألوفات المباني بكل مدن العالم العربي. قالوا لي الخرايط بالأرض، فرحنا واكتشفت أنه مبنى مهجور كان له كم سنة متروك، كان في خلافات بين الإدارة والموظفين وغيره، ووضع المبنى هيك. فرحت وأخذت الخرايط، أنا ما بحب أقول سرقت مع أنه هي سرقة، بس لملمت الخرايط من الأرض ومن جويرين لأنه متروك، وكان بده الأرجح يجي بالدوزر ويشيلهم. ولما المساعدين تبعي قالوا لي شو عم تعمل بدنا نروح على الحبس، قلت لهم يا ريت تخيلوني مثلا بروفيسور كذا قد الدنيا هيك عشيه رابطين له ايديه واخدينه على المخفل، قلت له احلى دعايه، لو بدنا نحلم بدعايه احلى من هي ما بيصير، انه نحن عم نحافظ على التور، ما لقينا حدا جاي يوقفنا، الدنيا فلته يعني، يمكن درك ما بيشتغلون هلا حدا او شيء ما بعرف، بس بعرف انه لمينا كل شيء عنا وقعدنا 6 اشهر نشتغل على الارشيف. فاذا حدا منكم مثلا عم يرمم مبنى بالعالم العربي بده يعرف كيف التفصيل الألومنيوم تبعه بوقتها وقديه كلف قديه كذا، عنا كتير اشياء. فهيدا كان هيك، هيدا صورة لقيتها بالأرض مثلا لكيف كان وضع هيدا المعمل، وهلأ وضعه هيك. فعندكم فوق وتحت، وعندكم هون فوق وتحت. وهي ذكرتني بالهونغار عندكم اللي اشتغل عليه استاذ رامي ظاهر، انه تحويل مباني هيدا ما بعرف شو رح يصير نتيجته، بس هيدا ممكن يتحول لشيء ثقافي وغيره مثل ما عملته هون اكيد. وبشكركم، سوري اذا طولت. بس بدنا نعيد معلومة نذكرت، اللي هم من إنه مشاريع التخرج انقبلوا من 11 جامعة، يعني عنا 11 جامعة شاركوا بين الأردن وفلسطين، ومرت المشاريع بعدة مراحل لتأهلت ووصلت للمراحل النهائية. هلا المشاريع الفاينل اللي وصلوا لجائزة مشاريع التخرج المعمارية
هم من مشروع مصطبة إربد التراثية للطالبة مرح خطيب من جامعة البتراء بإشراف المهندسة ياسمين سعودية. عنا برضو مشروع مقبرة الحارة للطالبة تالا شلباية من الجامعة الألمانية الأردنية بإشراف مهندس سائر قبعة. عنا مشروع محطة الباص السريع للطالبة دانا عبد السلام من جامعة علوم التكنولوجيا بإشراف دكتور أنور إبراهيم. وعنا مشروع شاشة عمال للطالب سيف الدين مرمش من جامعة فيلادلفيا بإشراف دكتور أفنان الصالح. وعنا مشروع مركز ثقافي للطالب مازن خوجي من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بإشراف الدكتورة مجدة يخلو. عنا برضو مشروع متحف الحياة للطالبة هلا مكاحلة من الجامعة الألمانية الأردنية بإشراف مهندس ثائر قبعة. وعنا مشروع مبنى بلدية نابلس للطالب جمال حمد من جامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور حسن القاضي والدكتور خالد قمحية. وعنا مشروع المقبرة والأرض للطالب رغد الحيت من جامعة بير زيت وبإشراف الدكتور شادي الغضبان. هلأ عنا أربع مشاريع تأهلت عن جائزة الحفاظ على التراث. كان عنا The Black Desert للطالب مصطفى زقزق من جامعة العلوم التطبيقية وبإشراف الدكتور وائل الشمالي. عنا كروسينج هول للطالبة لما كميل من جامعة اليرموك وبإشراف مهندسة سلوى علاونة. عنا Socially Inclusive Urban Development للطالبة زينة الرمحي وإثار القرارعة من الجامعة الأردنية بإشراف الدكتور عمر عميرة. وعنا الموزايك هيريتج ريسيرش سنتر للطالبة صفاء جودة من الجامعة الهاشمية بإشراف الدكتور رام الربضي. هلا عنا أربع مشاريع عن جائزة التخطيط والتصميم الحضري. عنا إعادة إحياء منطقة جبل النظيف للطالب أحمد الكردي من الجامعة التطبيقية بإشراف الدكتور وائل الشمالي. عنا التجديد الحضري في العبدلي للطالبتين الشيماء الغزاوي وسارة الخضراء من جامعة علوم التكنولوجيا بإشراف الدكتورة آن الغرايبة. عنا تطوير مسجد النوري للطالبة ديما اليحيى من جامعة البتراء بإشراف الدكتور رعد عيسى. وعنا مشروع إعادة إحياء منطقة الجدعة للطالبات شروق الجايح سناء الحديدي كريستي حداد وهبة جرادات من جامعة البلقاء التطبيقية وبإشراف الدكتورة ميسى الشوملي. هلأ باسمي وباسم اللجنة بتقدم بجزيل الشكر لكافة أعضاء لجنة التحكيم على الجهود المبذولة في تحكيم المشاريع. هلأ بتمنى منهم من ممثلي اللجنة يعطونا بعض النقاط والملاحظات اللي شافوها أثناء تقييم المشاريع. بذكر برضو كمان مرة أعضاء لجنة التحكيم، كان عندنا لجنة التحكيم جائزة نقابة المهندسين لمشاريع التخرج، كان عندنا الدكتور جورج عربيد والمهندس أيمن زعيتر والمهندس عمار خماش مهندس زاهر بوشناق ومهندس لارا أسعد ومهندس فارس عبد الرحمن. كان عندنا لجنة التحكيم جائزة نقابة المهندسين الطلابية للحفاظ على التراث، كان عندنا الدكتور نايف حداد والدكتور منذر جمحاوي والدكتورة ميسى الشوملي. كان عندنا لجنة تحكيم جائزة نقابة المهندسين الطلابية لمشاريع التخطيط الحضري، كان عندنا مهندسة نشوى صباح ومهندسة مي عصفور ومهندسة ريما عودة. هلا بتمنى من دكتور جورج عربيد ومهندس عمار خماش دكتور نايف حداد ومهندسة نشوى صباح يتفضلوا لهون عشان يعطونا ملاحظاتهم. بصراحة كثير سعيد إنه شاركت امبارح بهذا المعرض. أبي كل شيء لأنه بس واحد من جيلي يشارك بهيك نشاطات إن كان اليوم ولا امبارح بشبشبك بفرفح، لأنه في
التعدد بوجهات النظر، والتعدد هيدا اجمالا بحياتنا المهنيه من بعد فتره من صرنا نشتغل بالاجمال مع الناس اللي بنتفق معهم، مش دائما بنتفق مع كل الناس، بس بيصير في نوع من جمود معين. والمشاريع التخرج هي فرصة لحتى الواحد يطلع شو عنده. وأنا ذكر امبارح بالنقاش يمكن الطلاب اللي كانوا من ضمن الطلاب اللي شفناهم المشاريع الثمانية اللي شفناهم، يمكن لاحظوا أوقات حتى في بالنقاش مش ضروري يكون في تطابق وجهات النظر. اللي أهم شيء بهيدا كله هو إنه لما بيصير في نقاش يصير بشفافية، ويصير المرافعة، نستعمل كثير كلمة مرافعة حتى للمحامي اللي عم يرافع وعنده قضية. التصميم المعماري هو القضية بالآخر. من اختيار المشروع، وأنا ما أعرف قديش صعب على الطالب يختار مشروع، أوقات في ناس بيبقوا لآخر لحظة لحتى يختاروا مشروع، يمكن هن عم يبلشوا يصمموا يكتشفوا أهميته لإلهم، أوقات الواحد بيكون روح فرصة بيختار مشروع اللي بيهمه وبيخلص وتصرف يخلص وغيره. المهم كثير واحد يعتبر انا ولاحظتها امبارح موجوده وكثير انبسطت بهذا الشيء عن كل الطلاب، انه ما حدا منهم كان اخذ مشروع كانه غصب عنه او مجبر فيه، وهذه الشغله كثير كثير بينت بطريقه معالجتهم. والمواضيع مختلفه كثير، وبالنسبه لي هذا دليل عافيه للمواضيع. هلا صحيح كان في ثلاثه عاملين مدافن، هذه بده يكون في حاجه للموضوع وحاجه لتفكير الموضوع. بالنسبة لي هذا منه مشكل، في حدا عم بيقول انه في كثير مدافن وما بعرف شو وهذا، الموضوع هو حجة، هو فرصة، ان كان مدفن ولا مشروع ثاني ولا محطة للباص ولا مركز ثقافي ولا بلدية، مجرد بتذكر انواع المشاريع اللي شفناهم، هو حجة وفرصة لحتى نفكر. واللي كمان كتير حبيته أنا بالتقديم أنه كان في بالإجمال تسلسل منطقي من اختيار سبب اختيار المشروع للأفكار الرئيسية تبع المشروع للدخول بالتفاصيل. أنا بصراحة كتير استمتعت. عندي يمكن نصيحة إذا بقدر أقولها قبل ما بقى الكلام. النصيحة هي يعني اختيار نوع الرسم اللي هو رح يعمل الحجة. لاحظت عند أكثر الطلاب إنه في التباس بأهمية رسمة على رسمة تانية. يعني كان دائما مثلاً الصورة كبيرة، البرسبكتيف، المنظور إلى. يعني في أكيد محاولة، وأنا بفتكر هذا شيء إنسي واحد، مش رح أقول محاولة إبهار قد ما هي محاولة إظهار. ولكن عم بيصير كان هيدا شيء على حساب شغل تاني هن عاملينه بس حاطينه على صغير، او اعتبروه انه مهم، او حطوه بالباوربوينت بس ما حطوه على الخرائط. وهيدا بتصور انا كثير يعني لازم الواحد يصير في نقاش عليه. والنصيحه اللي انا بعطيكم اياها، لانه هي فرصه لحتى نعطيكم نصايح بالاخر، مش رح اروحها هذه الفرصه. الفرصه اللي بعطيكم اياها هي انه فرجوا الخرائط لكثير ناس. مش بالضروره تعملوا مثل ما حدا بيقول لكم، النتيجه انتم مسؤولين عن اختيار المشروع، عن التصميم. وأنا مشاكس بطبيعتي، حتى شاكسوا الأستاذ اللي عم يتابع لكم المشروع، مش مهم طالما عارفين حالكم شو عم تعملوا. فبموضوع الخرائط، ما بتصور أنا أنه في طريقة ستاندرد لعرض الخرائط، لازم يكون الأحجام هيك والرسمات وعدد الصور وكذا. بس أوقات واحد بيمرق حد فرصة ذهبية أنه يعرض مشروعه بأحلى طريقة ممكنة، وهي طريقة خاصة بتقدر تكون بمكان، بتقدر تكون برسمة معينة أهم من غيره وأكبر من غيره. وأوقات الواحد بيقدر بتركيز على موضوع واحد صغير ضمن الخرائط يقول هيدا هو المشروع، هيدا هو البيت الأصيل إذا بدكم. فهذا اللي أنا بدعيكم عليه، ومستعد جرب حي الله سؤال إذا في أي سؤال بعدين، وبعتذر إذا طولت. صراحة التحكيم هو جو نادر وخاص جدا. عادة المحكمين بيكونوا قدام أيام وأشهر وساعات من شغل الطلاب، وكم هائل من مشاريع. طبعاً هاي المسابقة كانت عدد كثير أكبر، قليل والله تصغر، بس عمالي بقارن بتحكيم لما كنا عم نطلع على 250 مشروع مثلاً بجوائز أخرى.
بس في شغله سر مهم، انه المشاريع بتساعد بعض. لما مثلا يكون عندنا 8 مشاريع او 12 مشروع بتساعد بعض لتقوي العين الجوري او عين لجنه التحكيم، بيشوف الاضعف والاقوى. يعني بيصير في حوار بين المشاريع، حوار داخلي بين المشاريع. وبشكل عام النصيحة اللي بحب أزيدها إنه الجوري صار عنده حساسية من الإبهار المعماري اللي مبني على الاحتفال بالكمبيوتر أو الكمبيوتر. وبعدين لما نشوف التفاصيل أو هل هذا منطقي، بنكتشف إنه في كم هائل من الفرص الضائعة. وحكينا فيها بالجوري أكثر مرة، إنه يعني بيكون قرب 90% لفرصة اللي ممكن تقلب كل المشروع وتاخده بزاوية مهمة جدا، يعني احترافية بأعلى مستوى. وبنكتشف إنه يعني بس لو كمان يعني في مشكلة، يعني حسينا بشكل عام دائما في فرصة عم بتضيع، شايفينا احنا عم نشوفها بجزء اللي مر علينا، يعني كميات هائلة من المشاريع وحتى الخبرة. بينما الطالب يعني هو بجو من الضباب، قريب بس نص متر عن الباب بس مش عارف يدخل. بشكل عام نصيحة ثانية، التفاصيل عندنا مشكلة كبيرة بالتفاصيل. ما بحكي انه المشروع يكون فيه التفاصيل، بس بهم لما واحد يعمل كتل او مهندس يعمل كتل فيها نوع من عرض عضلات الكتل او تفاعل مع الارض، خط الارض او خط السماء او تفاعل مع الموقع، مرات عم بشوف انه هيك كتل بدها انتباه لعينه من التفاصيل. بلاش يفصل كل مشروع، بس لما بيعمل زوايا حاده طب شو الماده شو التفاصيل تبع هاي الزوايا. اعتقد التحكيم هو شيء كثير مهم، وكل الحدث يعني من مسابقات معماريه هو نوع من مراجعه طريقة التعليم، هو نوع من مراجعة المنتج ودفع عجلة الأكاديمية أو التعليم كيف ممكن تقطع هاي الدورة للبروفيشنال، يعني البروفيشنال لايف. يعني إنه هذول المعماريين هلا راح يدخلوا على سوق للتصميم. أعتقد كان في يعني كثير نقاش في هذا الموضوع. والشيء الغريب انه المشاريع الجيده بيصير عليها اجماع، بيصير خلاف مرات بنص نقطه يعني. بس لو وهذا صار عندي هلا نوع من القناعه انه لو جبنا 20 جوري من 20 او 30 المشروع القوي واضح بيكون قوي وبيكون عليه اجماع. مساء الخير. انا حابب في البدايه اعلق على نقطه مهمه اشار لها المهندس الشافعي، وتأكد من خلال محاضرة الدكتور جورج. المبنى لجعفر بقال اللي بهدف هو مش الوحيد صراحة، في عنا مشكلة كبيرة بهذا الوضع. عدد المباني اللي عم بنهدم بالواقع حتى من خلال إمارة عمان، مع إنه في عنا قانون بالتراث 2005 غير مفعل. فأنا اشتغلت كمان في يعني بإربد، وعملنا من 2004 ل 2017 عملنا يعني أركايف للمباني التراثية تقريبا خلال هذه الفترة من أهم المباني 20 مبنى بالإنهاد، وعم بنهد بعمان. فبالتالي هون كان مشكلة كبيرة، وللأسف بحاول أربط هذه النقطة من خلال عدد المشاريع التي قدمت لنقابة بالتراث قليلة جدا بعتبرها. فبالتالي هون في عندنا إشكالية كبيرة، يجب تحفيز الطلبة على التعامل مع مواضيع مشاريع التخرج بالتراث، منها التوثيق. التوثيق هو علم كامل. أنا أتذكر عملت محاضرة بالنسبة للتوثيق من خلال فروم هاند سيرفيت و 3D ليزر سكانر، لكن ولا جامعة لها علاقة بهذه المواضيع. في إشكالية كبيرة لسبب إنه إحنا المعماريين بنحاول نشوف دائما الكمبيوتر
من خلال البرزنتيشن. لكن هلا انا بدي اوثق من خلال الفوتوغرامتري، ما بدي ادخل بالمواضيع العلميه، الثري دي ليزر سكانر وهالمواضيع نفتقدها بتسهل علينا كثير بالواقع. بنعتمد على الهاند سيرفي وانا بحب الهاند سيرفي، لكن كمان موضوع التوثيق هو في له ثلاث جوانب: ريتن، فوتوغرافيك اند جرافيك. والاشكاليه الكبيره عم بتصير انه بالوقت الحاضر انه الجرافيك والفوتوغرافيك دوكيومنتيشن تولز ار ميرجينج ان وان بروسيس ان ويتش ذا ديجيتال فوتوغرافيك تكنولوجي از ذا مين بيس، واحنا بعيدين عنها. فبالتالي اذا في عندنا اشكاليه مع موضوع التوثيق، هذا التوثيق يجب ان يعاد نظره. وبالتالي انا بقترح يعني على يعني النقابه انه يكون من خلال هذا البرزنتيشن التراثي، لكن ماذا عن المباني التي تهدم والتوثيق؟ ما دور النقابه بهذا الموضوع؟ يجب ان يكون باعتقادي محاوله او اركايف من خلال النقابه انها تبدا تهتم وتنسق مع على اقليه امانه عمان وبعض يعني المحافظات بهذا الموضوع، لان الموضوع بالواقع شائك جدا. واللي شفناه من خلال محاضره الدكتور جورج في عنا افضل منه. هاي نقطه. هلا بالنسبه لمشاريع التخرج، بالواقع انا بعتبر انه بدايه جيده يجب ان يستثمر فيها. تقدمت تقريبا 7 أو 8 مشاريع اللي وصلتهم بالاخير، كان 13، وهذا عدد قليل مقارنه يعني من كل عندنا 11 جامعه، يعني من كل جامعه مشروع. وبالتالي اذا في دور على الجامعه اساتذه مشاريع التخرج بتشجيع الطلاب. هلا بعرف انه في اشكاليه كبيره وانا بشوفها عندي هلا بالجامعه الامريكيه، انه بحاول انا ادخل موضوع التراث بما انه مجالي خاصه في ماذا. في رفض كان في البدايه، في تخوف. ليش؟ لانه انا شو بدي اعمل بالتراث؟ ما بقدر استعرض عضلاتي واعمل الكومبوزيشنز والسينثيسز واعمل واجهات، لانه بالواقع في عندنا مبادئ اساسيه بعمليه المحاضره التراث المعماري، انه لازم يكون مينيمم انترفينشن، النيو والاولد، الكالتشرال سيجنيفيكانس. فبالتالي هاي معوقات بالنسبه للطالب بيشوفها لانه تحد من ابداعه، ولكن هي العكس. فبالتالي اذا في دور كبير على اعضاء التدريس في الجامعات يعيدوا النظر بهي المفاهيم، انهم يبدوا شجعوا الطلاب للتعامل مع هاي المواضيع. نفتقد هذا الموضوع عندنا في الاردن بالواقع، حتى للاسف ما بدي احكيها بكل يعني وضوح، انه موضوع التدريس غير مؤهل في بعض الحالات لهذا الموضوع. هذا لا ينقص من شخصيته او من قدرته، لانه هذا الموضوع بدوره يعني نولج، وهي النولج مفقوده عندنا، لانه مواضيع التراث بالخطه. وهذا اللي رح نعمل احنا بعشرة واحد عندنا بالجامعه الامريكيه مع نخبه المهندسين، اللي هي دراسه الخطط الدراسيه وعلاقتها في المواد اللي بتطرح بالتراث، ماده او مادتين مهمشات. فبالتالي نتيجه منطقيه انه نوصل لهي الدرجه انه ما في اهتمام بهي المواضيع بالتراث. هلا مع ذلك انا شفت في كرياتيفيتي عاليه في بعض الحالات من بعض الطلاب، مع انه عددها قليل، لكن لم يستطيعوا تحقيق المستوى اللي بنطمح له. هلا انا اعتقد كان في يعني حاله كانت بسيطه جدا، التدخل البسيط. التدخل البسيط هو قد يكون هو الاساس في مواضيع التخرج. اثنين، المساحة اللي بنتعامل معها بمشاريع التخرج في موضوع التخرج لازم نتحرر منها. قد يكون مبنى 1000 2000 وادخل بالتفاصيل اعتمد عليها كمان مهندس عمار، ما في تفاصيل. للاسف بتكون عبارة عن سكتشات بسيطة، وفي اشكالية في السكيل. في مشكلة عندنا كمان بطلابنا انه لما بنقول السكيل بيفقدوا الاحساس كيف يتعاملوا مع المبنى. فبالتالي اذا في مبادئ اساسيه يجب انه الطالب لما بيدخل بالمسابقه بالهيريتج انه يرفع بايده ويحس بالسكيل، وهذا لازم يكون شيء مهم جدا. ويجب ان يحفظ ديكور زي ما صار بالواقع، لكن لازم يكون غير مش بليجرزم، وهذا شفناه يعني مسروقه باخذها من الكتاب. لا، انا بدي يرفع يتعلم الطالب الرفع
حتى يكون في عندي أركايف. فبالتالي إذا في عندنا إحنا جهود كبير بنتوقع الموضوع التراث، وشفنا اليوم إنه وضعنا بيحتاج إلى إعادة دراسة بهذا الموضوع، لكن يجب تشجيع الطلبة وإبراز أهمية التراث من خلال النقابة. وشكرا للجميع. يعطيكم العافية جميعا. أول شيء بدي أشكر النقابة والشعبة إنه أفتح المجال في لجنة المسابقات لإدخال مشاريع التخطيط. يعني الموضوع التخطيط للأسف إنه لحد ما كان مهمل في عنا في الأردن. كنا دائما وقت كنت طالبة زيكم أو متخرجة جديد بالجامعة نروح على الأمانة، نروح على وزارة البلديات، بدنا معلومات، بدنا كيف نعمل تخطيط لمنطقة. كنا دائما نفتقر إنه ما في عنا كرايتيريا، وللأسف يعني أنا زعلانة إني عم بحكي هذا الحكي، لغاية الآن ما في عنا كرايتيريا كاملة. كل اللي موجود عنا أحكام تنظيمية تحكم البناء نفسه، ارتدادات وارتفاعات أبنية وعدد طوابق ونسبة مئوية وما إلى ذلك. بس برضو يعني كويس اللي احنا هلا صرنا منتبهين على هذا الموضوع، والنقابه بالذات انه تفسح المجال لمسابقات التخطيط، لمشاريع التخطيط تدخل في المسابقات المعماريه. بصراحه اتشيفمنت، وهذا الحكي بخلي انه يصير في انتباه لموضوع التخطيط. اسعدني الدكتور لما حكى على لما حط صوره الاوتيل في لبنان، كيف انك انتبهت عن خلفيه انه وين المدينه، وين المدينه وراه. يعني فعلا في لما شفنا الصورتين في اختلاف كبير. يعني نتمنى انه النقابه تستمر في رعايه موضوع التركيز على موضوع التخطيط الحضري والتطوير الحضري بمختلف الليفلز والمستويات تبعته، لانه له ليفلز عديده ومستويات عديده. للاسف يعني احنا يا بالممارسة او هلا جديد صار في عنا مخططين حضريين، وصارت في عنا جامعة الألمانية على ما اعتقد تدرس هلا سبيشال بلانينج. فهذا يعني عم يمسح المجال انه يتحسن الوضع ويصير افضل بالنسبة لنا، لانه موضوع التخطيط يعني مش زي الهندسة. يعني العمارة بتصمم المبنى، تهتم في الفانكشن تبع المبنى ومين اللي حيستفيد منه، بس موضوع التخطيط كل بمس حياة كل حدا فينا، يعني أي واحد بمس حياته. فالموضوع مهم وأتمنى أنه يتطور ويصير بشكل أفضل عنا في الأردن. نيجي على المشاريع. كان في كم هائل، انبسطت أنا بصراحة أنه في مجموعة كبيرة من مشاريع الطلاب المعروضة في المسابقة، بس يعني بدي أعطي كمان شوية ملاحظات عليهم. ما عم يعرفوا يوصلوا الفكرة. المخططات كم هائل من المعلومات محشية حشي بصراحة بالبوستر، يمكن هذا له علاقة بحجم البوستر، السايز اللوحات اللي مطلوب منها. بس برضو اللي بده يحكم بده يفهم ايش الأصل، ايش المطلوب، ايش اللي بده يوصل له المشروع هذا، ايش الهدف منه. للأسف كان في مشاريع كثيرة يعني أخذت جهد منا إنه أفهم شو بده هذا المشروع، إيش الفكرة منه، شو اللي بده يوصل له. يا ريت نركز أكثر مش على عدد قديش أنا عم بحط، زي ما حكى الدكتور بالضبط قديش عم بحط أنا مخططات صغيرة، لا. نركز على أنا اللي بده يطلع عقبالي ما بيعرف إيش عن المشروع، بده يفهم من هاللوحة اللي قدامه إيش هو المشروع. فهاي نتمنى عليها على طلابنا، يعني ينتبهوا عليها مش بس عشان المسابقات، حتى في حياتهم العملية بكرة كمان. يعني كان التوجه كمان إنه أي المشاريع اللي موجودة قديش كيف عم تتعامل مع المحيط تبعها، كيف عالجته، شو الانتجريشن اللي عم بيصير مع الفابريك الموجود حالها وياها، مع الأبنية، مع الارتفاعات، مع الشوارع. كان هذا الموضوع كثير مهم وتقيم بناء عليه المشاريع، وكيف احنا فهمنا الفكره منها. كنت بتمنى انا لو الطلاب الموجودين يقدروا يشرحوا، بس كان هذا الاوبشن ما اظن متاح، يمكن كان توصل الفكره افضل. بس برجع بقول احنا مهندسين، وللاسف انا لاحظت احيانا بحضر مشاريع جولي عندنا اللانجوج الهندسيه مفقوده، يعني كثير من طلابنا بيوقفوا يشرحوا مشروع كانه عم بيشرح عم بيحكي مع صاحبه بزياره،
يعني ودائما يعني ملاحظاتنا انهم احكوا انت مهندس احكي تيرمز هندسيه، احنا مهندسين بدنا نفهم مع بعض. ونفس الشيء بالنسبه للمخططات، يعني لازم لما امسك المخطط انا بدون حتى ما يشرح لي افهم ايش بده. ما بيصير لما اشوف مخصص داخل على مسابقه ما افهم ايش بده، او في منهم كمان الخط مش واضح، يعني حاولنا نقرا في اشياء الخط مش واضح، حاولنا بس نستشف. ومع ذلك بقول برضو يعطيهم العافيه كلهم، كل اللي وصلوا لهي المرحله اكيد انا بعتبرهم كمان فائزين بغض النظر من اخذ اول او ثاني. ويعطيكم العافيه كل جميعا. بشكر اللجنة على الملاحظات والمداخلات اللي قدموها. هلا رح يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة، فليتفضل نقيب المهندسين، رئيس الشعب المعمارية، رئيس لجنة مشاريع التخرج لتكريم المشاريع الفائزة. جائزة نقابة المهندسين لمشاريع التخرج. حصل على جائزة المركز الأول مكرراً كل من مشروع المقبرة والأرض للطالبة رغد الحيط والجامعة بيرزو، طالبة هلا مكافئ من الجامعة الألمانية الأردنية، هلا حصل على جائزة المركز الثاني مشروع مصطبة أربدة تراثية للطالبة مرحب خطيب الجامعة الأردنية. حصل على جائزة المركز الثالث مشروع مقبرة الحارة للطالبة تالا شلباي من جامعة الإمارية. هلا المشاريع الحاصلة على مرتبة الشرف، عندنا مشروع محطة الباص السريع للطالبة دانا عبد السلام من جامعة علوم التكنولوجيا. مشروع شاشة عمان للطالب سيف الدين مشروش من جامعة فيلادلفيا. هذه هي الدكتور
سيف الدين مرمش، وعندنا مشروع مركز ثقافي للطالب مازن خوجان جاي. واخيرا وليس اخرا مشروع مبنى بلديه نابلس للطالب جمال حمد من جامعه نجاح الوطنيه. المركز الأول مشروع The Black Desert للطالب. والله إلك شعبية. المركز الثاني مشروع كروسنج هول للطالبة لمى كمين من جامعة يرموك، ورح يستلمها مندوب عنها أخوها. المشاريع الحاصلة على مرتبة الشرف عندنا Social Inclusive Urban Development للطالبتين زينة الرمحي وإيثار القرار عبر الجامعة الأردنية، عندنا الموزايك هيريتج ريسيرش سنتر للطالبة صفاء جولة من الجامعة الهاشمية، ومشروع إعادة إحياء منطقة الجدعة للطالبات شروق الجاية سناء الحديدي كريستي حداد وهبة جرادات من جامعة العلوم التطبيقية. بقاء تطبيقية. اوكي بقاء تطبيقية. حصل على جائزة التخطيط الحضري مشروع إعادة إحياء منطقة جبل النظير. المشاريع الحضرية
حاصلة على مرتبة الشرف، عندنا التجديد الحضري في العبدلي للطالبتين الشيماء الغزالي وكرم الخضراء والتكنولوجيا. عندنا تطوير مسجد النوري للطالبة ديما يحيى من جامعة القاهرة. هلا لا يكتمل حفلنا دون التقدم بالشكر مرة ثانية لأعضاء لجنة التحكيم، فليتفضلوا. عند لجنة التحكيم جائزة نقابة المهندسين لمشاريع التخرج دكتور جورج عربيل، مهندس عمار كماش، مهندس زاهر بشار، مهندسة لارا أسعاد ومهندس فارس عبد الرحمن. دكتور جورج هلا اكيد انه كان للمشرفين دور كثير كبير في الجهود اللي قدموها مع الطلاب، فاحنا ما بسعنا هون الا ان نقدم لهم جزيل الشكر. فمهندس كوبا مهندسة ياسمين سعودي، دكتور أنور إبراهيم، دكتور أفنان الصالح، دكتورة مثل عن الدكتورة أفنان الدكتور أنور إبراهيم، دكتور شادي الغضبان،
دكتورة سلوى علاونة، دكتور وائل الشمالي، دكتورة ماجدة يخلو، دكتورة ماجدة يخلو كمان مرة، دكتور رائد عيسو، نشكر لجنة تحكيم جائزة نقابة المهندسين الطلابية للحفاظ على التراث دكتور نايف حداد، دكتور منذر جمحاوي، دكتورة ميساء
عندنا لجنة تحكيم جائزة نقابة المهندسين الطلابية لمشاريع التخطيط الحضري مهندسة نشوى صباح. مهندسة مي عصفور. بس الطلاب الفائزين بليز ما تغادروا، خليكم شوي.